تنقسم إلى قسمين، هي القسم الأول يحتوي على غرف ودكاك لتناول الأطعمة عليه، وأما القسم الثاني وهي عبارة عن باحة لتناول الطعام في الهواء الطلق، كذلك تحتوي على جرتين الواحدة داخل الأخرى تستخدم لحفظ الأطعمة والسوائل، وتعمل عمل الثلاجة في الوقت الحالي. لقش أو تلول الهباء هي مدينة سومرية وحاضرة سومرية مهمة، يرجع السكن فيها إلى 2900 قبل الميلاد. أسسها الملك السومري أورنامشه عام 2900 قبل الميلاد، وتعاقب عليها عدة ملوك سومريون.